يلا هنبدأ نحل. ده امتحان السنة اللي فاتت صف رابع علوم من أكاديمية جيني. طيب يلا ابدأي كده يا هشام، اقرأي أول سؤال. لسه مش واضح. مش شايفة خالص. هاي بس طيب خليني كده نقرأ لك أول نقطة. بيقول تقطع سيارة مسافة 4 متر خلال ثانية واحدة، فإنها تقطع مسافة 40 متر خلال كم ثانية؟ ها مسافة أقول لا، احنا ثانية هنمشي. ها يا شيخ، بص بيقولك سيارة مشيت 4 متر في ثانية واحدة، طب يا ترى ال 40 متر دول هتمشوا في كام ثانية؟ 10. مس مس نعم 10. 10. صح، برافو عليك، قسمنا 4 على 40. ممتاز. طيب مصطفى، مصطفى لا يلا اقرأ السؤال الثاني، أقرأه لك أنا. بيقول تتميز شجرة الصمت بأن أوراقها نقط لتساعده على الاحتفاظ بالماء. قصير آه، هي صغير. عندك صغيرة، ممتاز شاطر. طيب ماشي، ما أحمد، كانش يمسو دي دخلني. ماشي يا آدم. أحمد يا بس أحمد، هو ده مثل الاختبار بتاع السنة دي ولا السنة اللي فاتت يا حبيبي. أحمد واضح؟ سامعني ولا لأ؟ طيب بلاش أحمد. معاذ، يا نعم معاذ نعم يلا السؤال اللي بعد كده. بيقول طول شجرة الكابوك نقط متر، شجرة الكابوك طولها كم متر؟ محلنا هون. يا معاذ، شجرة الكابوك طولها كم متر؟ طيب يقولوا يا جنى، شجرة الكابوك كان طولها كم متر يا جنى؟ ناس في حد يمسمورين في حد يمسمورين بيشخبط على الشاشة. لسه مفيش حد. رقم 18. شو إجابتها؟ اه، إيه هو يمسوي رقم 18؟ مالها؟ إحنا ما حليناها. ايوه، طاقة الجسم. طب ماشي، نحل رقم 19 بس. شجرة الكابوك طولها كم متر؟ جنى، مثلا عدم عارف هو انتوا مش بس بتروحوا يدفع دكتور؟ عليها لو سمحت. مثلا ادم يمس عارف طولها خمسة طيب يا وسبعين ادم، سنتي يا او ادم 75 متر. خلاص. مش 70 سنتي يا مس، 70 سنتي. على فكرة اللي هيجاوب في دور حد انا مش هخليه يجاوب، خلاص انا اللي انا بند عليه بس هو اللي يجاوب. طيب يبقى طولها 70 متر. يا ادهم، ادهم موجود؟ أدهم ياسر مش موجود. أبعت له. طيب يعني انا كده اعتقد ان انا ندهت الكل، ما فيش غير ادم بس. قولي ادم يلا. سؤالك رقم 18، طاقة الجسم الناتجة من الحركة تسمى طاقة نقط. حركية. حركية، برافو يا ادم. كده انا ندهت الكل اللي موجودين، وكل اللي موجودين ايه المفروض يكونوا حلوا. بصي يا مس، يلا يا شام، قولي يا شام يلا. يلا. سيارة قطعت مسافة 20 متر خلال 4 ثواني تكون من سيارة قطعت 40 متر خلال 10 ثواني.
يعني واحدة مشيت 20 متر في 4 ثواني، وسيارة تانية قطعت 40 متر أبطأ في 10 ثواني. أبطأ أبطأ ليه؟ ها جبت ايه في الأولى؟ أنا 20، أنا 4 فيها 5، ممتازة. ها التانية؟ أما 40 على 10 فيها 4. طيب يعني واحدة 5 وواحدة 4، يبقى الخمسة أبطأ ولا أسرع؟ أبطأ ازاي؟ يعني واحدة 5 سرعتها 5، واحدة سرعتها 4، يبقى الخمسة أبطأ من الأربعة ولا أسرع من الأربعة؟ أبطأ من الأربعة. ازاي يا شيخ؟ نعم، مش سؤال. أسرع. يا حبيبتي مش انتي قلتي هنا 20 على 4 يعني 5 متر على الثانية، دي سرعتها 5 متر على الثانية. طيب التانية انتي قلتي لي 40 على 10 يعني 4 متر على الثانية. بالعقل مين أسرع، 5 متر على الثانية ولا 4 متر على الثانية؟ أربعة متر. يعني 4 متر هي الأسرع؟ هاي ومين الخمسة أكبر؟ بكام؟ يا حبيبتي شام، هو مين الأكبر، 5 ولا 4؟ الخمسة. طيب يبقى 5 أسرع من 4. إيه الصعب اللي فيها؟ أنت مش فاهمة فيها إيه؟ واحدة سرعتها 5 متر على الثانية وواحدة سرعتها 4 متر على الثانية، يبقى مين أسرع؟ إزاي الأربعة أسرع؟ هتشيل يعني واحدة بتمشي 5 متر في الثانية وشخص تاني بيمشي 4 متر بس في الثانية، يبقى الأسرع اللي بيمشي 5 متر. فهمتيها يا تمام، هشام؟ فهمتها. طيب نشوف الصفحة اللي بعدها. مين اللي جاوب بعد هشام المرة اللي فاتت؟ أحمد. اه يا مس، طيب يلا يا أحمد قول لي، اقرأ لي هنا أول سؤال. مس انا ما جربتش مش المرة اللي عارف فاتت. أقرأ. مس انا مش عارف اقرأ السؤال. حاضر. بيقول تتواصل مجموعات النمل، تتواصل مجموعات النمل عن طريق نقط. عن طريق الشم، عن طريق حاسة الشم. برافو. طيب آدم، آدم اللي ما قالش الحس المرة اللي فاتت، مين آدم؟ عشان معاك. أنا يا مس، طيب أنا لك على فكرة المرة اللي فاتت بس أنت ما ردتش. طيب بيقول تنام من خفافيش في وضع نقط. نعم، تنام في وضع أحسن. نقط. ده إيه؟ تنام من خفافيش في وضع نقط. في وضع ها رأسي. في وضع رأس، المفروض يقول في وضع ايه؟ مقلوب. ماشي بس في هنا مقلوب اهو، رقم 1 دي مقلوب بس هي مش واضحة للأسف. مقلوب. يعني المفروض مقلوب، يا دي مقلوب، ايوه رقم 1 دي مقلوب. طيب بس يعني الإجابة مقلوبة. ايوه معاذ. يلا يا معاذ قول. رقم 3 بيقول اثناء توقف السياره فجاه فان نقط يمنع الجسم من التحرك الى الامام. زمن أمان. برافو يا معاذ، وحشتني يا معاذ. طيب مصطفى نعم، قول يا مصطفى، الشكل المقابل يوضح شكل نقط. المخ. برافو. آدم الثاني، عشان أنا معايا، المفروض أنا معايا 2 آدم.
ايوه يا انا اف ايوه طب ايه بيقول اكتر مش نفس ها اقرأ كده رقم ما هو مش بقى بس والله كرد يا مس مش عارفة مش اقرأ عارف لك كرد الترسيب يمكنه الرؤية بوضوح في الظلام لأن لديه نقط عين كبيرة ولا حجم صغير ولا رأس متحرك لأعلى وأسفل ولا ذيل طويل. تاني مصطفى بطل تكتب على الشاي. تمام. قرد الترسير يمكنه الرؤية بوضوح في الظلام لأن لديه، مركز معايا يا آدم. أيوة طيب، لأن لديه نقط. أول اختيار عين كبيرة، ولا لديه حجم صغير، ولا لديه رأس متحركة لأعلى وأسفل، ولا ذيل طويل. عين كبيرة تمام. السؤال اللي بعد كده تحت اللي عليه هيكون جنى. يا جنى سمعاني، جنى سمعاني، جنى ما بتردش. طيب كده كله جاوب. يلا يا شام قولي تاني. ها يلا قولي انت رقم 6. ثعلب الفينك إنه طويلة تعمل على تبريد الجسم تبريد الجسم، شطورة. طيب أحمد، أحمد رقم 7. الحيوانات، أحمد سمعني ولا أحمد طلع؟ أحمد طلع. طيب مصطفى، نعم. الحيوانات التي تمتلك رؤية قوية للصيد ليلا مثل نقط. البوم والقطط. البوم والقطط، صح. طيب اللي بعد أحمد آدم. ايش يلا يا آدم قول. ثعلب الفينك لا لا خلاص، انا هجيب لكم الصفحة اللي بعدها. طيب أقرأ لك أنا السؤال لأنه مش واضح في الصفحة، أنا ما أجيب لكم صفحة تانية. قول لي آدم، الطاقة المخزنة بالطعام دي طاقة إيه؟ كيميائية طاقة كيميائية، صح. تمام، شطار. طيب يلا السؤال اللي بعده رقم 9. ادي ده السؤال اللي المفروض رقم 8 اللي احمد اللي مصطفى حله. طيب رقم 9 بقى، قول يا معاذ. اقرا لك يا معاذ. يمكن للثعابين الاحساس بحرارة جسم الفريسة عن طريق جزء معين فيه. يا معاذ، نعم ها بيقول يمكن للثعابين الإحساس بحرارة جسم الفريسة عن طريق جزء معين فيه. الوقت جزء إيه؟ الوقت الوجه. شاطر يا معاذ، برافو. آدم، آدم اللي كاتب اسمه كده. يلا يا آدم قول رقم 10. القوة التي تحاول إيقاف جسم متحرك على سطح ما هي قوة إيه؟ الاحتكاك
تختار. ايه الشطارة دي؟ برافو. طيب رقم حداشر تحت ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدعم؟ أدعم أنا لسه داخل. أي طيب أحمد، أحمد ربيع. أحمد ربيع سمعني. أحمد ربيع. طيب قولي أدهم رقم 11. أدهم من لسه داخل. أنا هقرأ لك السؤال. تصدر الخنافس المضيئة ومضاد ضوئية لكل مما يأتي ما عدا. تصدر الخنافس المضيئة ومضاد ضوئية لكل مما يأتي ما عدا. التراصل فيما بينها، التواصل ولا للمرح واللعب، ولا لجذب التواصل التواصل تمام. رقم كده كله قال صح بس كده. نعم هي غلط. التواصل هي المفروض المرح واللعب. لا، المرح واللعب ده لا، للتواصل طيب فيما بينها طبعا. هو بيقول ما عدا لكل مما يأتي ما عدا. ايوه احنا اسفين، صح. ايوه، يبقى للعب، للمرح واللعب، لانها ما بتتواصلش كده، لانها بتتواصل للتواصل فيما بينها، ما خدناش بالنا من ما عدا. للتواصل فيما بينها وتصدر ومضات لجذب الجنس الاخر، وكذلك للتحذير من الحيوانات المفترسه الاخرى، يعني بيحذروا بعض من الحيوانات المفترسه الاخرى. فهيكون للعب والمرح، للمرح واللعب، لانهم ما بيتواصلوش عشان كده. تمام. مين اللي قال بقى؟ مصطفى. شكرا يا مصطفى. طيب رقم 12 تحت. بسم الله. جنى، جنى انت هتقولي ولا لا يا جنى؟ جنى طبعا. انا فاكره جنى. طيب قولي يا هشام. مس هسأل 11، هنقوله ايه؟ للمرح واللعب، يعني اصل هو السؤال بيقول ان هم بيصدروا الومضات دي لكذا سبب، بس ما عدا حاجه واحده فيهم ما بيعملوها، فهي المرح فهمت. واللعب. فهمت كده؟ طيب قولي يا شام يلا رقم 12. كلما زادت سرعة الجسم فإن طاقة حركته تزداد. ازاي؟ اجيب لكم الصفحة اللي بعدها. مس عادي بتبعتلنا مس ستور دي كلها يا مس حاضر. كلها. طيب احنا حلينا رقم 11 و12، هنحل رقم 13. اللي بعد جانا كان احمد، بس احمد خرج. قولي يا مصطفى. اوكي تعتمد طاقة حركة الجسم على الكتلة والسرعة. طيب تعالوا كده نخرج وندخل تاني قبل ما الزوم يفصل علينا. تمام. تمام.